إدمان جميع النواب بدون إخطاء بدون إخطاء وبدون أي شرط. إدمان جميع النواب بدون أي شرط وبدون إخطاء. كل أستاذ قام بمدة نيابة عنده الحق في الإدماج كما المعلمين يعملون نفس الحقوق نفس الحقوق درس وزارة واحدة يلزمنا نفس الحقوق هذا الحق مع إلغاء سنة 2012 2016 دون إقصاء أي طرف اسمعني نحن نطالب بإدماج جميع النواب بدون شرط بدون شرط وبداية الشرط الأول إلغاء 2012 2013 ثانيا إدماج جميع النواب مهما طالت مدة النيابة نعم بدون تمييز إلغاء 2012 2013 2012 ما اختلفتش 2012 2013 تطبيقا للقانون المنظم للتعاقد ما هوش على كيفنا قانون المعلمين كلام المعلمين حرية كلام وطني شغل حرية كلام وطني شغل حرية